بسم الله الرحمن الرحيم. اخوك اسلام الشاعر، منسق حركه مترو ومسؤول الوقفه النهارده. اللي حصل ان احنا كنا واقفين زي ما حضرتك شايف كده، وقفه سلميه جدا، حتى مسيره القطارات ما تعطلتش، الابواب بتفتح وتقفل بانتظام، ما حصلش اي حاجه. الهدف الوقفه توصيل صوتنا للنظام اللي ما بيرضاش يسمع اي حد وبيستخدم اساليب قمعيه لتكميم الافواه وغلق القنوات، ما بيديش فرصه لحد ان هو يقول رايه. عايزين نوصل للناس اللي الاعلام ما بيوصلهاش حاجه وجهه نظرنا وفكرتنا، ان احنا نازلين علشان نطالب بالشرعيه ونسقط الانقلاب العسكري باليات في منتهى السلميه زي ما حضرتك شايف دلوقتي. اللي حصل ان احنا اتقبض على 2 دلوقتي من عندنا بدون اي تهمه، الناس واقفه سلميه ما عملتش اي حاجه زي ما هو باين دلوقتي. احنا على الاقل عايزين نوقف الناس دي تتقبض عليها ليه؟ بس يا السلام عليكم، انا ريم عصام، انا واقفه هنا عشان نقول راينا ونرجع الشرعيه لحقنا. انا نزلت وانتخبت وانا عايزه حقي يرجع لي زي اي حد، وعايزه مستقبلي يبقى احسن ان شاء الله مع الدكتور مرسي. حقيقه ان المعتصمين بيسلموا قضاياهم للقيادات في الرابعه لا غلط، طبعا مش اي حاجه من الحاجات دي، انا بروح من زمان جدا ولا عمري حد خد بطاقتي ولا اي حاجه، بيشوفوها بس وبيرجعوها لي تاني، والوضع هناك امان جدا ما فيش اي حاجه. لما ان شاء الله حقنا يرجع لنا ومطالبنا ترجع لنا ان شاء الله ويعملوا لنا اللي احنا عايزينه، مش كده وخلاص يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي ابراهيم خيري وساكن في شبرا خيمه، واقسم بالله لا انتمي لاي تيار سياسي ولا اسلامي في مصر، ولا كنت اعرف يعني ايه احزاب قبل ثوره 25 يناير، بس ثوره 25 يناير علمتني يعني ايه حريه، ويعني ايه حريه راي، ويعني انك تروح تصوت في انتخابات. اللي 90% من الشعب المصري كانش اصلا بيروح انتخابات قبل 25 يناير، ثوره 25 يناير علمتني يعني ايه انتخابات، وانك تروح تكتب بصوتك. وقلنا اول مره هيبقى في مصر انتخابات حره نزيهه، تقدر تنزل بصوتك وتختار مين هيبقى رئيسك، ومع اول انتخابات حره نزيهه يفوز بيها رئيس من التيار الاسلامي يجروه بغرة قلم. انتخابات برلمانيه، انتخابات برلمانيه مجلس الشعب، انتخابات مجلس الشورى، دستور الصفت عليه ب 64% بنعم من الناس. انتخابات رئاسيه نزيهه فاز بيها دكتور الرئيس محمد مرسي، وفي الاخر بغرة قلم يشيلوه باي حق وباي طريق. يجي واحد زي فريق السيسي من السلطه التنفيذيه يشيل رئيس منتخب شرعي باراده حره ونزيهه من الشعب المصري. ده انقلاب عسكري وواضح بكل المعالم، لازم ناخد عبره ودروس من الدول اللي سبقتنا قبل كده. مفيش اي دوله ديمقراطيه عايشه بالانقلاب العسكري، الدول الديمقراطيه هي الدول المتقدمه اوروبيا اللي فيها ديمقراطيه، بيحترم اراده الشعب ويحترم اراده الصندوق. اما احنا للاسف رجعنا 50 سنه ورا تاني، انقلاب عسكري تاني. انا اسمي اسراء، ولا تبع اخوان ولا اي حاجه، وانا شكلي مش تبع اخوان ولا حاجه، ونازله هنا عشان ارجع رئيسي اللي انا نزلت انتخبته واديت صوتي، والناس دي كلها اديت صوتها، وهم جم شالوا صوتنا ورموا صوتنا في الزباله كده وشالوه. احنا لازم هنرجع رئيسنا، واحنا بقالنا 6 اسابيع، ولو قعدنا قد كده 20,000 مره هنرجعه، يعني هنرجعه، ومش بنخاف من حد ولا السيسي ولا اي حد. ولو هم مش بيعترفوا بالصندوق احنا بنعترف بالصندوق، وصوتنا مش هيقع على الارض، ومش هنخاف يا سيسي ولا ضرب نار ولا اي حاجه هنخاف منها. محمد صبري، كيميائي، جاي النهارده مظاهره رفضا للانقلاب العسكري، مع العلم ان انا لست من مؤيدي مرسي ولست من الاخوان المسلمين، لكن القضيه اكبر بكتير من كده. العسكر هم في الحقيقه اللي حكموا مصر اكتر من 60 سنه حكم قمعي بشع، عشنا يعتبر من اسوأ عصور مصر في التاريخ الحديث. احنا يعني وان كان مرسي ما قدرش ان هو يشتبك مع الدوله العميقه بكافه مؤسساتها، امن دوله، مخابرات، جيش، بالقدر اللي قدر بيه ان هو يحمي الشرعيه زي ما بتسمى، لكن مع ذلك كان وجوده صمام امان الى حد ما، لاعتبار لوجود اراده شعبيه معتبره،
تضمن ولو مع الوقت يعني مصر أفضل من الوضع الحالي. الوضع الحالي السيسي ومجموعة من حسالات العسكر وفلول، واحنا في الحقيقة بنقول ان 30/6 لم تكن مجرد انقلاب عسكري، بل ان اي واعي منصف عاقل بيقول ان 30/6 كانت انقلاب لدولة مبارك المخابراتية. جموع اي نعم خرج فيها ناس عاديين، اي نعم خرج فيها مجموعة من الثوار للأسف، لكن عبر تحريض اعلامي تم قبلها بشهور خرج فيه في الاخر هذه الجموع التي تم الاعداد من قبلها لتخرج بهذه الصورة.